اهلا بيكم، معاكم احمد عمرو اكوتيبس.com. هنتكلم عن تمارين الرقبه، وهنتكلم عن 7 اسباب انت ليه محتاج تمرن الرقبه، مش بس عن الشكل، لان اكيد ما فيش حد هيختلف ان الرقبه لما بتكون اكبر بيكون شكلها احلى بكتير، وبتفرق كتير جدا جدا في شكل الجسم. دي حاجه ما فيش حد ابدا هيختلف عليها، ولكن احنا هنقول اسباب اهم من كده بكتير بجانب السبب ده اللي هو ممكن يكون مهم لناس كتيرة. فلو السبب الأولاني هيكون الشكل بتاع الرقبة وتأثيره على الجسم قبل وبعد، أكيد هيفرق فرق كبير جدا. السبب الثاني هو علاقة الرقبة أو عضلات الرقبة بالبوستشر أو بالقوام. لو أنا العضلات ديت ضعيفة، لأن إحنا قاعدين طول النهار، سواء أنت قاعد على كمبيوتر أو سواء أنت قاعد سايق أو أيا كان الوضع الجلوس اللي أنت فيه، بتبص على الموبايل كل شوية، فالمنطقة دي بتضعف، النيك اكستنسرز او الحتة دي بتكون ضعيفة جدا عندنا حاليا، فالرقبة بتكون بالمنظر ده. فلما امرن الرقبة بتاعتي القوام او البوستر هيرجع للشكل بتاعه الطبيعي بطريقة اسهل. السبب الثالث ان انت لازم تمرن الرقبة بتاعتك متعلق برضو بالسبب الثاني اللي هو البوستر او القوام، ان انا لما الرقبة بتاعتي بتكون في المكان الصح بتاعها، ما بتكونش على قدام، ما بتكونش تكون بس في الوضع الصح بتاعها، فده بيخلي النيرف فلو يكون احسن، او انتقال الاشارات العصبيه يكون احسن ويكون افضل، فبالتالي انقباض العضلات بيكون احسن، فبالتالي الاداء الرياضي بتاعي بيكون احسن. فتمارين الرقبه بتاثر تاثير ايجابي على ادائك الرياضي. السبب الرابع ان هي مش بس هتاثر على الاداء الرياضي من ناحيه القوه، من ناحيه ان انت هتشيل وزن اتقل أو تعمل انقباض أحسن، لا، ده كمان في ناحية الرياضات مثلا الجماعية. حد بيلعب كورة أو هاندبول أو باسكت أو أي حاجة من الرياضات الجماعية ديت، لما برضو تكون العضلات ديت قوية، فأسهل له أن تكون الرقبة في الوضع السليم، فأسهل له أن هو تكون عينه فوق، أو يكون هو شايف اللي حواليه أو شايف الملعب اللي حواليه بطريقة أحسن وبطريقة أسهل وبمجهود أقل، فده طبعا هيحسن من الاداء بتاعه في الفريق او في الماتش اللي هو بيلعبه. 5 سبب، الرقبه القويه وعضلات الرقبه القويه ليها علاقه جميله جدا جدا، او ليها تاثير ايجابي جدا في تقليل الصداع، ليها تاثير في تقليل الوجع بتاع اعلى الظهر والوجع طبعا بتاع الرقبه، لان المنطقه دي بتبقى مليانه اعصاب ومليانه اربطه، فلما العضلات دي انا بقويها فساعتها الاعصاب والاربطه الثانيه اللي حواليها انا شلت من عنها الاجهاد شويه، وشلت من عنها الشغل الزياده اللي هي كانت بتعمله، لان العضله بتاعت الرقبه ضعيفه فكانت هي بتشيل الشغل بتاعها، فبالتالي لما انا هقوي دي ساعتها العضلات الثانيه ممكن انها تسترخي اكتر، او ممكن انها تريكفر او يحصل لها استشفاء احسن. 6 سبب، لو كل حاجه قضاء وقدر طبعا، قدر الله يعني حد حصلت له حادثه، خبطته عربيه، خبطته اي حاجه من ديت، فساعتها لو انت بتمرن رقبتك او رقبتك قويه، فالضرر اللي هيحصل لك اكيد طبعا هتتضرر، بس الضرر اللي ممكن يحصل لك هيكون اقل بكتير بكتير لو حد تاني الرقبه عنده ضعيفه، ساعتها ممكن المضاعفات بتاعه الموضوع تكون اعلى بكتير، فدي حاجه برضو نحطها في الاعتبار. وده برضو هيوصلنا للنقطه 7، ليه الاكتر ناس بتهتم بتمارين الرقبه هي الناس اللي بتلعب فنون قتال، او سواء MMA او بوكس او كيك بوكسينج او جيجيتسو او اي حاجه فيها رياضه قتاليه، وبرده مهمه بالنسبه للرياضات الجماعيه اللي هي برده بيكون فيها احتكاك زي الكوره او زي الحاجات ديت. هتحميك من اصابات كتيره جدا جدا، فلازم لازم لو حد بيلعب اي رياضه من الرياضات ديت لازم تمرين الرقبه ما يكونش اختياري، ده يكون اجباري، دي تكون اولويه، لازم هو يمرنها بانتظام. طيب دي كده اتكلمنا عن 7 اسباب ليه انا محتاج امرن الرقبه بتاعتي. دلوقتي هنخش ايه تمارين الرقبه اللي انا ممكن اعملها، وازاي اصلا ان انا ابدا امرنها. قبل ما تستعمل اي وزن، قبل ما تستعمل اي جهاز، قبل ما تستعمل اي حاجه انت تتمرن الرقبه بتاعتك، مرنها الاول بوزن جسمك. شيل راسك الاول قبل ما تحط عليها وزن زياده، فهنشرح الموضوع ده بالتفصيل ازاي البدايه وازاي ان انا ابدا اكمل عليها. اول تمرين هنعمله هيكون بوزن الراس بس، مش تستعمل اي وزن اضافي. هيكون في بنش فلات زي دوت، ممكن حتى تعمله في البيت على الكنبه. المفروض ان انا هنام كده وراسي بتكون بره،
وهمسك الوضعية ديت. شوف انت نزل راسك وطلعها وشوف ايه اكتر وضعية فيها شد على عضلات الرقبة، واثبت في الوضعية دي لمدة دقيقة. لو مش عارف تثبت دقيقة واخرك مثلا كان 30 ثانية مفيش اي مشكلة، اثبت 30 ثانية النهاردة، بكرة زود عليها 5 ثواني، 5 ثواني كمان اليوم اللي بعده، لغاية ما توصلها لدقيقة. ده هيكون الشرط قبل ما احط عليها اي وزن اضافي او احط عليها اي لود اضافي. لو ما عندكش بنش زي ده وهتعمل التمرين في البيت عادي، ممكن يبقى بالمنظر ده من هنا. طبعا المفروض البنش يكون فلات، ده مايل شوية، وهتثبت. هي هي نفس الموضوع نفس الشيء بالظبط، بس ان كيس ان انت ايه لو مش هتعملها في الجيم او هتعملها في البيت، يعني اي حد يعرف يعملها. بعد كده بعد ما هبدا ان انا هثبت دقيقه، عرفت ان انا اشيل الرقبه عادي لمده دقيقه، ممكن بعد كده ان انا اعمل عدات برضو بوزن راسي، مش هحط اي وزن اضافي. خليني اوريكم من هنا، انزل وهطلع، هنزل وهطلع. هتعمل كده تقريبا من 10 ل 20 عده. لو الموضوع بقى سهل ما تستعجلش برضو ان انت تزود وزن، ممكن تخلي الموضوع اصعب من غير زياده وزن. اثبت 10 ثواني الاول وبعد كده نفذ التمرين، وبعد كده اثبت 10 ثواني بعد التمرين. لو الموضوع بقى سهل اثبت 20 ثانيه قبل وبعد، اثبت 30 ثانيه قبل وبعد. لو عرفت اثبت 30 ثانيه قبل وبعد والعدات بتاعتك كانت كلها بتحكم، وبتعرف تعمل من 10 ل 20 عده بتحكم كامل، ساعتها انت ممكن تزود وزن. اسهل طريقه في الدنيا ان انت تزود بيها وزن هتبدا بحاجه زي ديت، ممكن تبقى اخف من كده كمان، بتبقى 2 كيلو ونص بس، وهتبدا ان انت تحطها على دماغك، هتنزل وهتطلع، هنزل وهطلع. ممكن تحط زي فوطه او تيشرت على المنطقه ديت لو ديت يعني مضايقاك، مفيش مشكله، وتنفذ التمرين بيها. حاول بقدر المستطاع وانت بتعمل التمرين دوت صوابع ايدك بتكون بس مجرد ان هي سانده الوزن، عامله اتزان الوزن عشان ما يقعش، بس هي ما بتشتغلش خالص. بل بالعكس، حاول ان انت كمان بدل ما تساعد بصوابعك، لا ده انت حاول ترجع الوزن تاني، يعني حاول تعمل مقاومه بايدك زياده على الوزن عشان تضمن ان انت ما استعملتهاش خالص ان انت ترفع بيها الوزن. النقطة التانية برضو حاول انت تتجنب ان انت تشغل بطنك. لو كتفك او ظهرك عالي شوية من على البنش، ساعتها عضلات البطن اللي هي اللي فوق هتكون شغالة علشان ترفع الوزن، حاجة برضو احنا مش عايزينها. احنا بس عايزين نمرن الرقبة من التمرين ده، فدي حاجتين خليهم في الاعتبار. ممكن برضو ان انت تعمل الناحية التانية، هتكون بالمنظر ده. ديت هتبقى العضلة العكسية. طبعا في طرق كتيرة، بس دي الطريقة اللي هي ممكن تكون متوفرة عند اي حد، واي حد ممكن يعملها. بس عموما ان انا ارفع رقبتي لورا ما هياش بنفس الاهمية زي ناحية تانية لما اكون نايم على ظهري، لان العضلات دي بتكون اهم بكتير، ودي فعلا بتكون ضعيفة بكتير. وهتلاقي فرق كبير بين الاوزان اللي انت عارف تشيلها لو انت نايم على ظهرك، بتشيل وزن قليل فعلا، وانت نايم على وشك ممكن الاوزان تكون اعلى منها بكتير. في اداه تانية او تول تانية اللي هي اسمها النيك هارنس، هحاول ابقى اعمل عليها فيديو قريب. دي من احلى الادوات اللي انت ممكن تستعملها علشان تمرن الرقبه. ليها اوضاع كتير، ممكن برضو تربطها في كيبل، ممكن تربطها في ريزيستنس باند او في مطاط. ليها استعمالات كتيره جدا جدا، هحاول ان انا اعمل لها فيديو مخصوص ليها. بس انا عايز الفيديو ده يكون للناس كلها، سواء انت هتستعمل النيك هارنس او لا. اهم حاجه ان انت تبدا تمرن الرقبه بانتظام. بعد كده طبعا هنيجي للسؤال اللي بعده، همرنها امتى، العدات، المجموعات، الحاجات ديت كلها. ما تعقدش المواضيع دي خالص على نفسك. انت لو عملت مجموعه واحده بس وانت اصلا عمرك ما مرنتها قبل كده فانت مستفيد، فما تعقدش الموضوع. ما فيش كتالوج او ما فيش رقم سحري من العدات والمجموعات هيعمل لك نتيجه. ابدا بمجموعه، عايز تخليهم 2 أو 3 مجموعات انا ما عنديش اي مشكله. وبالنسبه ان انت هتمرنها امتى، فخليها في اخر التمرين خالص. انا بحب اعملها في اخر حاجه في التمرين، خاصه في الجسم العلوي. لو بعمل جسم علوي فبعملها في الاخر. لو بتعمل صدر وظهر مثلا، سحب ودفع مع بعض، خليها برضو تكون في الاخر.
ده بيبقى انسب وقت ليها وما بتاخدش اكتر من 5 دقائق تقريبا، بس مستاهله جدا جدا ان انت تتمرنها. واتكلمنا على اهميه تمرينها في اول الفيديو. ده كان من الفيديوهات اللي بتطلب من فتره، فشكرا للناس اللي طلبت الفيديو ده في التعليق، واكتبوا لنا في التعليقات عايزين ايه الفيديو اللي جاي.